ألا أقول لك على جزء من التعب؟ جزء من التعب إنك أنت تتحول إلى مركز. مركز لإيه بقى؟ مركز لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي. ده جزء من حكاية هذا الوطن. معانا على التليفون دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي. أهلا بك دكتور رمضان. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. في حكاية وطن لقينا انه مصر خدت خطوات كبيرة عشان تتحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي. السؤال، ايه اللي حصل علشان نصل الى انه نتحول الى مركز للطاقة؟ انا بأؤكد على الكلام اللي حضرتك قلته، لانه الحقيقة قطاع البترول تحديدا واجه تحديات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي قبل ثورة 30 يونيو. أعتقد ما فيش شك في ذلك. ما فيش شك. بدأ القطاع في استعادة ذاكرة النجاح أعقاب ثورة 30 يونيو. كان مدعوم بإيه بقى؟ بعودة الاستقرار اللي كان من أهم أسباب الطفرة الغير مسبوقة اللي تحققت خلال الثمانية سنوات الأخيرة، أولا بتوفيق من الله، ثم المتابعة المستمرة من القيادة السياسية، ثم جهود وإخلاص العاملين في هذا القطاع اللي ربنا كافئهم بتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتي انطلقت عام 2015 بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر اللي بدأ إنتاجه عام 2018 واللي بيمثل حوالي 38% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي. الحقيقة قبل الاسترسال في إيجابيات القطاع التي تحققت، يجب أن نتوقف قليلا لتوضيح أهمية تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، واللي منع تعرض مصر لكارثة اقتصادية، وسوف أوضح دلالات ذلك من خلال الإشارة إلى ثلاث فترات زمنية. وخليني بالنسبة لحكاية وطن بدأت 2011، أنا هرجع سنة للوراء، والفترة الأولى كانت خلال عام 2010 عندما كان الاحتياطي الاستراتيجي المصري من النقد الأجنبي تحديدا 36 مليار دولار. الفترة الثانية خلال عام 2013 كانت فاتورة استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعي 1.3 مليار دولار كل شهر، يعني حوالي 15.6 مليار دولار سنويا. وزي ما حضرتك أشرت، انخفض وتآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي وهبط إلى 13.4 مليار دولار، وتحديدا في مارس 2013. ده كان يشير إلى إمكانية تعرض مصر أو الاقتصاد المصري إلى وضع كارثي لو استمرت تلك الأوضاع، حيث كانت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وحده حوالي 3 مليار دولار سنويا. الفترة الثالثة خلال الثمانية سنوات الأخيرة، وبالرغم من تضاعف استهلاكنا، أصبحت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي صفر، بل وقمنا بتصدير ما قيمته حوالي 8 مليار دولار خلال العامين الماضيين. في نفس السياق يجب أن نؤكد ونشير إلى أننا لو لم نحقق الاكتفاء الذاتي حتى الآن، وتزامن ذلك مع الظروف العالمية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل جنوني يا سيد يوسف، كان سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ حوالي عام ونصف 200 دولار قفز بعد الحرب المشار إليها إلى حوالي 2000 دولار، من 200 دولار إلى 2000 دولار. تخيل حضرتك بقى لو كنا بنستورد ما قيمته 3 مليار كنا هنستورد ب 30 مليار دولار، وإلا تعرضنا لكارثة اقتصادية. معلش أنا آسف على الإطالة. بالعكس. يا يوسف، بالعكس. لكن بالعكس. الحقيقة في نفس السياق يجب أن نشير
إلى أنه كان هناك تحرك سياسي ودبلوماسي كان له أثر فعال في تحقيق النجاحات اللي أشرنا إليها. بدأت باجتماعات قمة رئاسية ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وتكوين نموذج للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي وشجع شركات البترول العالمية إلى ضخ باستثمارات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتشافات الكبيرة اللي كان على رأسها طبعا اكتشاف حقل ضوء. ثم تطور التعاون بين مصر وقبرص واليونان وكان نواة لتكوين منتدى الشرق المتوسط والذي تحول فيما بعد إلى منظمة حكومية دولية حرصت الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على متابعته والانضمام إليه كمراقبين. طيب أنا هتذكر مع حضرتك دكتور رمضان مارس الماضي كنا مع بعض وحضرتك قلت لي أنه الاكتشافات المتعلقة بالغاز الطبيعي تحديدا وفرت على مصر أكثر من 20 مليار دولار. تمام. وفرت على مصر أكثر من 20 مليار دولار إزاي؟ ما هو خلي بالك أنت وفرت وصدرت، فأنا وفرت جزء من احتياجاتي المحلية وصدرت جزء آخر إلى بقية دول العالم. لازم تجمع ده على ده. طيب يعني لو أنا ما كنتش وفرت العشرين مليار دولار دول كنت وصلت لحد فين دلوقتي؟ هل كان هيتبقى عندي احتياطي استراتيجي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري؟ أنا آسف، كنا هنمد إيدينا بشكل يعني سخيف جدا. فالحمد لله ربنا بيحرس البلد دي والحقيقة وطبعا البلد دي بيحرسها ربنا والشعب الطيب ده ربنا بيكافئه، وكان من أهم مكافآته طبعا تحقيق الاكتشافات البترولية الكبيرة اللي كان على رأسها حقل ضهر، ثم كافئنا بالأمن والاستقرار اللي احنا بنعيشه. هل المستودعات ومجمعات تسييل الغاز فادت فعلا في ان احنا نتحول الى مركز اقليمي لتصدير الطاقه؟ بص يا استاذ يوسف، انا يعني في الحقيقه ايجابيات كثيره، لكن انا هقول لحضرتك بالنسبه للبنيه التحتيه المصريه في امكانيات وتسهيلات ومزايا فنيه وقانونية موجودة في مصر. حلو. على سبيل المثال مصر تمتلك بنية تحتية لخطوط أنابيب تنقل الغاز الطبيعي من المياه العميقة إلى محطة الاستقبال والمعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد لا يوجد لها مثيل في منطقة شرق المتوسط، وحاولت دول كثيرة أن تنشئ محطات إسالة وخطوط أنابيب لكن توقفت نظرا للاستثمارات الطائلة التي يجب أن تصرفها لكي يعني يكون عندها إمكانيات زي مصر. اثنين، يوجد بمصر محطتين لإسالة الغاز في إدكو ودمياط لا يوجد لهم مثيل في منطقة الشرق المتوسط. تسهيلات الإنتاج والموانئ ومستودعات التخزين موجودة. توافر الأرضية القانونية حيث صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في أغسطس 2017 والذي يمكن من خلاله تشجيع الاستثمار في أنشطة سوق الغاز وأي أعمال متعلقة بها مثل الشحن والنقل والتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز، فما يتيح القانون الفرصة للقطاع الخاص باستخدام الشبكات والتسهيلات. يجب أيضا الإشارة إلى أنه لا توجد أي وسيلة للشركات العالمية اللي حققت الاكتشافات في منطقة شرق المتوسط لنقل الغاز التي حصلت عليه وتصديره وتحقيق عائد اقتصادي منه إلا باستخدام البنية التحتية المصرية ومحطتي الإسالة في إدكو وفي دمياط. ولذلك كانت تصريحات السفير الأمريكي بالقاهرة لقناة العربية أنه مصر مؤهلة لتكوين مركز إقليمي
الغاز، وأضاف إن بلاده تشجع الشركات الأمريكية على الاستثمارات في مصر سواء في استخراج أو تكرير أو تصنيع البترول، وإن بلاده عليها الدعم الدبلوماسي لمصر وأنها تشارك كمراقب في منتدى الغاز الطبيعي لشرق المتوسط. رائع جدا، أنا أشكرك جدا يا دكتور رمضان على هذه المداخلة شديدة وعالية القيمة. كل الشكر دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة والبترول الدولي.